دائما بنعرف انه المناعه هي الخط الاول لحمايه الجسم ضد الامراض وضد اي كائنات ممكن تغزو اجسامنا. هذا الجهاز هو جهاز معقد بيحوي انسجه وبيحوي خلايا، رح نتعرف عليها وعلى اهميته ونحن كيف قادرين اليوم نقوي هذا الجهاز. اكيد يا رشا، اليوم يمكن كثير من الامراض او كثير من الالتهابات بالفيروسات اللي ممكن تكون او تصيب الجسم ممكن تؤدي لضعف بالجهاز المناعي، هذا الجهاز اللي هو اكيد خط الدفاع الاول عن الجسم. رح نعرف اكثر شو هي الامور اللي بتساهم بتقويه جهاز المناعه ان كان عند الاطفال او كبار السن او اي فئه عمريه، ونعرف شو هي كمان السلبيات اللي ممكن تؤدي لضعف جهاز المناعه، تفاصيل كثير مهمه دائما نتعرف عليها ضمن فقرتنا الطبيه مع ضيفنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو المهندس والخبير بالتغذيه مصطفى حمدو. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. صباح النور. استاذ صباح الصحه والعافيه، صباح المناعة اللي هي بتكون دائما ضعيفة بين الساعة 6 والساعة 8، فيفضل ما تخطط بالناس كثير أو تطلعوا في الباصات الزحمة في الفترة هاي. معلومة جديدة أو نحن بنكون نايمين بهذا الوقت. أهلا وسهلا أستاذ بحضرتك. اليوم عم نحكي عن المناعة وهي دائما نحن بنقول إنه أي شيء بتعلق بالجسم، بروح فورا لموضوع قوة المناعة. نتعرف بداية طبيا شو هي المناعة؟ طبعا المناعة هي قدرة الأحياء أو الكثيرات الخلايا على التخلص من وحدات الخلايا. نحن سبحانه وتعالى خلقناها بجسم كثير الخلايا كأي الحيوانات، لكن في عندنا بكتيريا دقيقة خلقت قبل الأرض ملايين السنين، هي أساس الحياة وأساس الكون. نعم. ولو لا مغسل فدائما هي موجودة بالطبيعة وين ما رحنا وين ما أجينا، فحتى كاس المي هلا حطيها على المجهر ما بتشربيها. تمام. لكن هلا نحن مشان ما نكون فجسمها خلق بطريقة مزهرة، فأنت عندك مضادات بطبيعة جسمك بالبكتيريا إلى آخره في الدم، هي بتقاتل على مين؟ على حمايتك من هالأجزاء الأجسام الغريبة اللي تدخل للجسم. إذن هو عبارة عن جهاز المناعة بشكل عام. كأي جهاز هنا في جسمنا في 11 جهاز، 4 نسيج، عنا 87 عضو. فجهاز المناعة هو أحد الأجهزة اللي هو مجموعة خلايا ونسج اللي هي مقاومة الأمراض أو للدفاع كجنود. كل دولة في عندها جنود، في جسمنا في جنود وفي عندنا عمال. العمال هن كريات الدم الحمراء والجنود هن الجهاز المناعي اللي هو البكتيريا والخلايا المناعية اللي هي بتقاوم الأمراض أو الأجسام الغريبة اللي تدخل لجسمنا. قديش ما حاولت تتنظف وقديش ما حاولت العقمة إجبار بدي يدخل لجسمك، لكن جسمك خلق بطريقة مزرية كما يقول أحد الأطباء. تمام، خلينا هيك ندخل بتفاصيل الموضوع أكثر. بعد ما عرفنا على أهمية الجهاز المناعي، نحن بنعرف اليوم أنه في له أنواع، خلينا نوضح هي الأنواع للجهاز المناعي، مين ممكن تصيب وكيف ممكن نتعامل معها؟ هلا هي بتصيب، هو مو بتصيب، الجهاز المناعي موجود بطبيعة الحال والمناعة موجودة وكل شيء بجسمنا، هو 30% بيكون وراثي لكن احنا 70% مكملها. فأنت في عندك جهاز مناعي، يا اما بتعملي مثل المسدس اللي احنا بنحشيه، يا بتخرطشيه بتقوي فيه، يا بتتركيه. فبالاساس عندك 30%، يا اما انت بتزيد المناعة يا اما بتتركيها. فتمام. فجهاز المناعي هو اللي يبدا من طبعا اللوزات حتى حموضة المعدة اللي هي 70 ضعف خل التفاح. عندنا البكتيريا المفيدة اللي هي بالأمعاء اللي هي بتقتل البكتيريا الضارة اللي هي 60% من مناعة الجسم. بعدين عندنا المناعة الثانية هي موجودة بالدم وبالجلد، وعندنا 1.5 مليار على الجلد، هي عبارة عن خلايا مناعية أو خلايا بالأحرى بكتيريا مفيدة لتقوية المناعة. لذلك دائما احنا ما نبادر كثير بالحمام والشامبو والمواد المعقمة اللي هي بتقتل البكتيريا المفيدة، فيجب ننتبه لهالموضوع هذا ونحافظ على جهازنا المناعي اللي هو أساس حياتنا، لأنه الإنسان مناعته ضعيفة يقول اليوبيون هو إنسان خامل لا فائدة له. تمام. فالحياة بالصحة لا بالوجود كما يقول ألفرون، وأساس الصحة هي المناعة، لأنه نحن إذا عندك بس نحن جسمنا لازم نحافظ على الكوليسترول وعلى الضغط وعلى السمنة، فنحن والحالة النفسية. تمام. الحاله النفسيه هي بتحرض كل هالامراض هاي بشكل عام اللي هي عن طريق الغدد الكظريه والكورتيزون اللي كل الناس للاسف يعني في اكتئاب في ضغط نفسي، هذا هو اللي بيؤدي الى وقف الجلوكوزونيدات اللي هي بتقوي المناعه بالجسم. فدائما بيقولوا كما يقول ابن سينا، الطمانينه هي نصف الدواء والوهم اللي احنا قلق هو نصف الداء. فرح نضحك نحن على جسمنا بالعقل الباطن حتى لو كانت ظروف حلوه. نحن الروحانيات اول شيء والايمان بالله سبحانه وتعالى والقدر هي اول، والصلوات والعبادات اول طريقه لتقويه الجهاز المناعي. تمام. اللي رح نحكيها بعد شوي شو وسائل تقويه الجهاز المناعي. في عندنا اجهزه مناعيه هي بتفرز مثل مخ العظام والطحال، هو بيفرز الخلايا المناعيه. تمام. اما عن اللوزات وال هي اللي بتشوف تكون الزائد الدودي، هي بيكون فيها مجموعه بكتيريا مضاده. تمام. نعم. ناس بتنتج بكتيريا مفيده وناس مضاده اللي حتى شو نحافظ على الجهاز المناعي اللي هو خلايا مناعي، خلايا تي، خلايا بي، وعندنا الخلايا البالعه
اللي بتبلع، وعندنا الخلايا القاتله اللي هي بتقتل السرطان، لانه بجسمنا يوميا عم ينفرز عندنا خلايا سرطانيه، والسرطان تعرفه هو عدم الموت. فخلايا السرطان اذا ما ماتت صار بجسمك سرطان. مين اللي بيقاومهم؟ هو الجسم اللي هو الخلايا المناعيه، الخلايا المناعيه اللي هي تي اللي هي بتقتل الخلايا السرطانيه فبتموت، فلذلك امام السرطان هو جهاز المناعي. طيب استاذ، ذكرت نقطة ما فينا ما نوقف عندها يعني كرمال نوضحها أكثر، وبعدين حنروح لطرق تقوية هذا الجهاز. قلت نحن اليوم ما لازم نكثر من الحمام والشامبوهات، اليوم شو الربط العلاقة يعني؟ هلا نحن بطبيعة الحال الأمراض منين إجت؟ إنه تركنا الطبيعة بالأساس. حكينا مرة منين إجا الإعراب؟ لأنه الناس دخل أعاجم كثير صاروا يخربطوا باللهجة، وبالقرآن نفس الشيء بالنسبة لموضوع التجويد. نعم. فدخلوا الأعاجم فخربوا الشغل. فعملوا قواعد اللي بالاساس هي بعد 200 سنه هجريه او 300. فنحن هلا بسبب الصناعه والثوره الصناعيه اللي دخلتنا المعلب والمصنع والمهدرج والمواد الكيميائيه في سلفات الصوديوم، هي بتقتل البكتيريا المفيده. انت بترجع للانسان الطبيعي اللي كان بالارض دائما، اللي يعمل احنا بتعرف كان ماسكات دائما مع التراب، عرفت كيف؟ فنحن اذا بدنا نضل نستعمل الشامبو ومعجون الاسنان ومعجون الحلاقه وانت بتنغري فيها وريحتها طيبه، هي عباره بتقتل البكتيريا المفيده على جسمك وعلى شعرك. الشعر بيفرز مواد دهنيه لازم تتركيها لانه مشان تعطي قوه للشعر، فاذا كل مده انا غسله بصابون ومواد قلويه قتلتها. الجسم في عندك 1.5 مليار خليه مفيده، بكتيريا مفيده، اذا بنضل نحن نتحمم بالاوليفي وصابون وشامبو قتلناها. لذلك في الاسبوع طبعا قولا واحدا مره او مرتين اذا بدنا نستعمل المواد القلويه او الشامبو. هالمعلومه جدا مهمه، مهمه جدا، هي العوده للطبيعه. نحن يعني بنحكي دائما العوده للطبيعه مو بس بالغذاء والعوده للطبيعه، بالرياضه اللي كانوا جدادنا كنا بالاراضي والثمة اللي هي المصنعة. كان يعيشوا عمر اطول اطول وما في امراض، كان عندهم يعني يموتوا بلا مرض، ما في امراض. تمام، اللي كان بسبب دخول الثوره الصناعيه فصار عندنا امراض كثير، فصرنا ندور على الكوليسترول الموجود، ولا اجدادنا ما يعرفوا شو الكوليسترول. تمام، وما يعرفوا شو الجهاز المناعي، ما في داعي تعرفي، انت بتكون صحتك طبيعيه، ارجعي للطبيعه، هي خلاصتها يعني. تمام فالمواد القلويه قوله واحد، من كثر الحمام كثر الليفي اللي على الجلد دائما فكر حالنا عم تنظف، غلط، لانه لازم بالاسبوع مره واحده بس. طبعا بتحب تاخذ الصفر، هاي انا عم بنصحكم فيها. اسمعوا نصيحه الاستاذ اليوم يعني. الطبيعه ثم الطبيعه ثم الطبيعه، هي قاعده ذهبيه يعني. صحيح استاذ مصطفى، خلينا هيك نركز على نقطه التغذيه اليوم بموضوعنا. كنا بنعرف انه النظام الغذائي بيلعب دور كثير كبير بصحه اجسامنا ان كان بشكل سلبي او ايجابي. عم نحكي شو هي الاغذيه اليوم اللي بتساهم بشكل كبير لتقوي الجهاز المناعي، بنفس الوقت شو هي الاغذيه اللي ممكن تسبب ضعف بالجهاز. تمام، خلينا نبتدي من محل ما انتهيتي. دائما كما يقول بغراض، الاقلال من الضار خير من الاكثار من النافع. هلا حكينا انت ترجع للطبيعه، يعني احنا كل شيء ثوره صناعيه حديثه. طبعا حكينا على العامل النفسي اللي هو الاول، طبعا بكل شيء هو اللي بيحرك كل الامراض بشكل عام وخاصه الجهاز المناعي. اثنين، نوع الغذاء. خليني ابلش انا بالضار. هلا حكينا كل شيء جديد ضار، كل شيء معلب، كل شيء مصنع، كل شيء مهدرج، كل شيء سكر، كل شيء طحين، كل شيء بالثوره الصناعيه 100 سنه وهيك. صحيح، هذول كلهم ضارات للجهاز المناعي. قولا واحدا، مستنفذ طاقه الجسم اللي هي بتاخذ فيتامين بي وبتاخذ فيتامين سي والدخان الى اخره، هي خلصنا منهم. اذا حطينا ببالنا احنا نترك الضار وهو الاهم طبعا، والاقلال من السلبيات خير من الاكثار من الايجابيات. صحيح. بعدين بيجينا الغذاء الطبيعي اللي هو الطبيعه، نحن اوميجا 3 اللي هو زيت الزيتون وبالجوز واللوز، الزنك الموجود كمان بالجوز واللوز باللحم الاحمر ولكن بشكل قليل، عندنا الفيتامين سي الموجود بتعرفوا انتم بالحمضيات، عندنا التفاح، التمر اللي هو منجم المعادن. يعني خليك اكلك طبيعي، انت اوريدي ما في داعي تلبكي حالك شو هاي فيها ما فيها، اوريدي ارجع للطبيعه وللفواكه. يوميا بدك نص كيلو فواكه ونص كيلو خضره، هيك يعني حجم اليدين، حجم اليدين هاي فواكه وخضره، نص كيلو ونص كيلو، هي اساسيات. تمام، 80% يكون اكلك بذور وحبوب وخضره وفواكه، هي اهم شغله. وترك الضار والعب رياضه ومشي على الطبيعه، مشي حافي. تمام، عرض جسمك لما نحكي شوي على الجلد، الجلد اللي هو اساس الصحه كمان، كما يقول الاطباء سابقا او القديمين، حافظ على جلدك وستملك كل شيء، لانه هو الدماغ الثالث والرئه الثالثه والكلى الثالثه. بتعرفي انت التعرق وما تعرق ودخول التنفس عن طريق الجلد، وكل ما ممكن سبقتها شوي، كل ما بفيد معدتك بفيد جلدك والعكس صحيح. طيب استاذ، اليوم كونه نحن عم نحكي عن جهاز مثل ما وصفناه الخط الدفاع الاول للجسم، اليوم وقت بيكون فيه نقص هذا الجهاز او بيكون في مرض جرثومي داخل الجسم، حيعطينا انذارات، حيعطينا مؤشرات انه نحن اليوم بحاله خطر. اليوم شو هي المؤشرات اللي ممكن يعطينا اياها؟ اولا الجلد هو مراه الجسم، بمعنى اي شيء طلع بجسمي غريب
روح للدكتور تمام. فتكون امراض مستعصية او ظهر امراض جديده ما لنا نسوي نحن نروح على الدكتور تمام، لحتى يقول لك شو هو مرضك الموجود فيه اللي ظهر على الجلد نتيجه الجهاز المناعي او نتيجه مرض معين. فلازم نحافظ على الجلد وننتبه للجلد، اي بقعه جديده اي شيء ظهر عليه جديد معناتها انت هي اول مؤشر لانتوهم. بعدين الضعف الوهن العام في تعباني، بروح على الشغل تعباني، نفسيتي تعباني، اذا معناتها عندك الجهاز المناعي ضعيف تمام. اذا الجلد اولا هو بيعطيك العيون، التعب، الوهن، فدائما تحس حالك تعباني انت، هذا اول مؤشر لعمل انه جهازك المناعي ضعيف. وفي اساليب لتقويه الجهاز المناعي. اهم شيء اليوم الاسباب النفسيه دكتور، حكيناها دائما، هي اسباب عامه للاسف يعني كلنا معرضين اليوم. كلنا معرضين يعني اذا بنعمل اليوم فحوصات او كذا او تحاليل بنلاقي انه احنا عندنا ضعف او انخفاض كثير بالفيتامينات بجسمنا. فنحن عمليا نحن لازم مثل ما حكينا نضحك على العقل الباطن، نضحك على جسمنا اللي هو مبسوطين. بالرياضه لا لا ما انا ضد فكره، بس لازم في عندك مثلا انت بدك هلا شو الضغط النفسي؟ كورتيزون، هلا كورتيزون تمام ضد القشره الكظريه، طيب انت كيف بدك تعملي؟ تعملي العكس، خلي نفرز احنا المواد الثانيه المضاده له هي بالرياضه، المشي حافي تمام، بالتعرض للهواء والشمس كما يقول بورينج، حصن جسمكم بالماء والهواء والشمس، فيتامين د، تعرض الى الشمس والرياضه وعلى التراب وكل صحي، وانا بكفلكم اياها لاي مرض مو بس المناعه. اكيد يعني بالختام معلومات طبيه ونصائح كثير مهمه. كنت معنا المهندس والخبير بالتغذيه مصطفى حمدو، اهلا وسهلا فيك نورتنا. الله يسلمكم. شكرا استاذ لحضورك ولكل النصائح اللي ذكرتها. كلمه اخيره انه نحن دائما لاي مرض لاي شيء مشان ما نلبك حالنا، العوده للطبيعه بالغذاء والعوده للطبيعه على الارض والرياضه، ونحاول بالروحانيات والصلوات والدعاء نكون هيك نحن قاومنا اي شيء ممكن يجينا، كان المناعه او اي امراض ثانيه او الضغط النفسي. اكيد وصحه بس. للجميع ان شاء الله، الحياه بالصحه كمان ليس بالوجود. شكرا استاذ، وبالصحه والسلامه للجميع. اليوم نحن بشويه نصائح هيك قادرين انه نحن نقوي مناعتنا وهيك نبسط الامور، يمكن كل ما بسطنا امور حياتنا قادرين نحن نقوي جهاز مناعتنا، نرجع للطبيعه مثل ما نصحنا الاستاذ.